شو بتدخل في وحده بعد سهل. مدينة بجاية، مدينة بجاية السياحية الله يبارك. يضرب الشيخ سايكري الماضي هاي الجوطية. وسط مدينة بجاية، هذه سنتر فيل تاع بجاية. الله يبارك. حكمته. حكمته ليا لط. شفت. حكمته ليا رب. شوف كاساندرا في العسكر، شوف كاساندرا. رايح مول طيوطا، هذا راح يدخل وين يدخل؟ اش ممكن ندخل هنا؟ الحاج الحاج والله العظيم عرفت بالدم فيا عرفت؟ هذاك تناش لا دمك فيا تاعي هذا نجمة كرة من يما تاع العيد كرة جنين ضربت عنابة شوفي اللي معاودي بالعدل
تاع صاحبي والله. اي والله من عمي والله هو اللي نحققني يعني. لازم هاي زاد دار منه كم نحطوه ها نحطوه خليل والله خلاص يدورك هنا مع الماستر الله يبارك براكي او نسمعوا لي نجي هذه طريق حبك ومع الأقل ما عطين مشكلة حين يرى رايح ندوره هنا الله يبدأ ما هو يكفي ها إذا أنا خرجنا هذه مدينة بجاية هذه هنا بجاية القديمة خلاص شو البنية Thank you.
الباب ديك التريك تلقى روحك هنا والله تلقى راه بديت المرسوم. هذه خاوتي هنا بجايه القديمه، هذه المدينه القديمه، هاك شو البنيه كيفاه مديره وكيفاه لاصقه لبعضها كيما الشوارع في المدن الكبار الجزائريه وكل مخدومين هكذا، خاطش ما كانوش مصممين على السيارات ولا على لي فوردون. ها بعد كاع هنا ولا غادي يحبلك بوجي. كازار مايال هذا هوتيل ولا شنو؟ مبل كازار مايال مبل هكا. شفت جي ام تاع العلم هذاك تاع الميكانيك ايه الجروب الجيش الوطني الشعبي شنو هي كازار مايال؟ ايه السيكتور قلت لك جي ام السيد واش دار؟ جاي مروح من لوطورود من الجزائر يلقى سي طيح اون بان منين من البرج قاران حلو شاف من شاف مني لقى اون بان به بالباتري. الله يسلمك مرتاح قلت لك يلقى السيد طايح اون بان وين هو برايجي يلقى السيد طايح اون بان مسجد عبد الحميد بن باديس. الله يبارك الله يبارك هذا الحبس تاع الجايه خاوتي. قلت لك يلقى السيد طايح اون بان في برايجي يلقى السيد قارة احبس شاف من شاف من يلقى اون بان بالباتري عطاه الباتري تاعو نصل له الباتري عطاه له لا مارك تاع الباتري هذيك لا مارك تاع عين مليله غدوة دز له السيد نعيم مليله مولو زين بالذات يدز له فورغو مضروبه دز له فورغو تاع باتريات شفتها ويطلق عليها ويطلق عليها كذاش جي ام قال لهم جماعه صدق لله في سبيل الله ما عندوش باتريتي قال لهم اللي ما عندوش باتري يجي بسم الله نعطيه باتري شفت اي سبحان الله رزق ربي هو ما بخلش قالك شو بتلقى انا بلاصه لهنا غادي وين نقعد لهنا وين ها ما تقدرش تقدر دور ولي يعني نقول لك غادي
دي باتري. فوق ما فوق الكون ولا
سوري بقول له شنو يقدر قرن لي بيحمل الروبي. والله هز هز شوف هذه دقيقة قليلة والله غادي تجري تبقيث الله ولايا تبقيث هذه بالقبيلية أزكى يقول لك أزول تحيتنا لخوتنا القبيلة بينهم وذيك الدمعه والله انا والله لازم يدزها
هذا تعرفهم اي سي بي 7 ما في رايك والله ما اشتكى مدام والله قبل ما نقول لك سخانة ايه سخانة نضغم منك ثم يشو سنتر دي روح 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 انا بلا سنتر دي انت دائما دول ادروات اقول جامي تو جامي هو عشابه والله اسمع سلمونين لازم دائما تحكم ادروات حاضر لا اقولش حرام حاضر كأس من البيرة انا هلا كنت مولي كذا كنت يحكم ويكتب
الله يحكم الشيعة استغفر الله ربي يقطعوه. ايش يعلق عليك؟ قال لهم ترى ممكن متابعين تو بزاف مسخره انت. مالكش انت عندي فرد ما مالكش مالكش مركز عليهم. باع وقت والله بلبل ترى قول معليش قوليش قول حاضر يا رب تبى تفطر ها ايه هاي تسوق تفطر ها يا هي شعر قارع من ورانا يقول واحد قال يضرب سلعه قال يضرب سلعه يوم مش خارج اللي خلينا يعني يا شوف يوم مش خارج يكذب لي على الطاس وهذا مش بيامو هم اخلص انا شعلته يا دار برك وش كاين عادي هذي كل شيء بله هذي مو يكون بخارج ليه ما تقدرش تكون ها هل ملك أزرع ها مرة دي الله خارج يا الله غارة الأخرى هي البوليس مني هذه ندور منها ندور شو من الأزرق؟ والله كارثة صاحبي كارثة غنى في الأسبوع هذي يمسكون قاريت الحاجة ال جي ولبرون البرون كلش كلش كاين سامسونج اخويا الماتريال كل عندهم كمل طول ندور هنا كمل طول كمل دور كما حبيت رقص عاني ويا هديدي ولي ولاني ولي علاني بعد ابو الاحياء ولا قرنقيسك يضرب الشيخ لا اله الا الله
هيك خليته فات. والله مخرج منابل وديمارا بصح مقارم البول يا وشو مول ابو لحيه والله مخرج هم مزيان هنا مش حي قاري هذا قريب والله قاري مخرج مش حي قاري وراك راجع ها اسمح لي احنا قاري يعني شوفي شوف تليفون ترى اطلق اطلق هات 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 مش مشعل دوني انت شعلته انا ما طفيتش اتوقع لا شايف من البوليسي وما نعرف بلي والله ما نعرف الطريقه صاحبي تبع تبع خلي عندو اخي تبع كملوا لي وين قاعد تدوروا وين روح روح دور من هنا اه مش من روح طول دور كما دار تسير السلسلي والله فرصة والله ربي اه اصلا من قاري وانا نشوفوا كل نفهموا على بين انت قادر ما تفهمناش البسيطة هاي تبع ها يا 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 لطيف يا قجت ولي اي هاي طريق هذه هي طريق خلاص عرفتها بعد مشيخ علي تقب فيها حسنا شو هذا والله نعيق منها شويه كوبي ولا خليه خليها في الفيراجات عبيرك السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون ونحن ان شاء الله مع فرا الله العظيم ما هو يتشوط وانا مع فرا
حبيت نمشي وين وي كنا في جيجو هبطنا الجايه وبعد الجايه هبطنا اه جيجو مش بيتي نمشي مش ابو النيل اه ريح من النيل كان قال مدينة بيجاية ها هذه من أعالي من الأعالي جو الصجرات هذو تليكم بنت مليح مليح هاو البورتاع بجاية هاو لوزين تنسوفي طال كبير هاي تيشي وراهي هاي وقاس نبدا نكمل منه الله يبارك ما
حتى واحد. والله ما تسقسي كاس يا راجل. الشامخات الشاهقات نحن فم نحن درنا في بجاية الدين عقدنا العزم أن يحكمها قدر تلعب التاو تلعب التاو
نعسه ولا نربي دماغ وي ما نعرفوش ها والو هذاك هم اول وبش فرايد مونيك يقعرت على مدينة بيجاية منظر منه يعني ما شاء الله شافوا مدينة بيجاية منك كيف تبان مع البحر مع الغابة جات الله يبارك تحفة شوفوا ربي يبارك مدينة بيجاية الله يبارك شو الباطي ما يتفرم يخرجوا فين في الجبل شوف تحفة ربي بك ما شاء الله يا خليل سوي مني حطوا حزيم مني بعد سايد شكون حزيم مات ربي يرحمه ما كاش منها يعانى مسكين مري قد ايه عمره والله ما له بالي يعانى ايش هذيك المره حزيم اه شفتوا كنا كثير على زعما تزور رايز قالوا داويو يا مريض مريض خالص خالص ماش من المرض الله يرحمه يحفر فيه شو داويو اه ماتي كيف عمرو الشاب عزيم تاع بلا حدود تاع بالعباس انا خطرت لقيت انه في بالعباس في لاباس هذيك تولى دار الثقافه والله قاعد في القهوه مسكين الشيخ ويضحك الشيخ ويضحك واصحابه ثم انا ما كنتش مشتوش دربال ولا الا عصام هو ضرب لقيته حزيم قلنا له السلام عليكم السلام واش راك حزين صافا الحمد لله يضحك مسكين يا فلان الباقي ربي الدوام ولله إنا لله وإنا إليه راجعون
شي لحد اللي قال لي خالي نروح من هنا عندك خمس ساعات واحد الوقت حلنا لانه دورنا غادي ممكن هذه بجايه الخرجه تاع بجايه